طيب. فعرفنا على المنتج ده شو بعد إذن حضرتك. المنتج اسمه AFT صناعة ألمانية صنع بس في ألمانيا، وهي عبارة عن نيو تكنولوجي upgraded للفوم. في إيش اسمه عندنا كاف، الكاف هي اختصار compressed air foam system، هي تكنولوجيا upgraded عن الفوم العادي. بالإضافة ممكن استخدام كووتر ميست اللي هي تكنولوجيا المي باستخدام رذاذ الماء. نعم. المي العادية والزل سبريكلر سيستم أو الطفايات العادية، الووتر دروبلت سايز تاعتها بيكون بحدود 5000 مايكرون. نعم. احنا هون كسرنا جزيئات المي وعملناها بأفرج 150 مايكرون، 150 و200. يعني الوان دروب تساوي كم حمص؟ الوان دروب 150 مايكرون، 150 مايكرون. ولذلك ممكن احنا نستخدمها بالحرائق الكهربائية، علما بأنه بالعادة المي لا تستخدم بتاتا بالحرائق الكهربائية، ولكن احنا كووتر مست من شركة AFT يمكن استخدام البرودكت تبعنا against الحرائق الكهربائية حتى 1000 فولت، وهي طبعا الأمور كلها certified وعندها certificate. نعم. ممكن إضافة، هي هو الكونسبت الأساسي، احنا في عندنا 2 سلندر، عندنا سلندر اللي هي كومبرس سلندر، وفي عندنا سلندر اللي هي الكبيرة الايجن سلندر. من التوب ممكن احنا نضيف الايجنت اللي بدنا اياه. اذا حطينا مي لحالها بعطيني ووتر ميست، اذا ضفنا عليها فوم بتركيز 3% تعطيني اللي هو الكاف سيستم. اللانسينج ديستانس او نحكي المسافه اللي هي بترميها الاكويبمنت تاعنا عن طريق الجن هي لحديد 18 متر ولو بريشر، هاي كثير مهمه النقطه. نعم. لانه بشكل عام انا الووتر ميست حتى اوصل لليفل شيء اسمه ووتر ميست، بالعاده كل البراندات وكل الماركات بكونوا بيستخدموا هاي بريشر فوق ال 40 بار. مزبوط. ولكن احنا وركينج بريشر 8.5 بار، مما يعني انه اي شخص بيقدر يستخدمها، مش بحاجه لناس مختصين. طيب بس الووتر ميست نفسه عشان احول الميه الميست لرذاذ يعني او ضباب، انا بحتاج ضغط عالي. فايه التكنيك اللي بيديني على 8.5 بار فقط؟ التكنيك هو هون بالجن، هي التكنيك الاساسي عندي هون بالجن. نعم. الجن هون بكون في عندي انا تيوب، واحد بكون فيه مربوط مع اسطوانه الهواء، اسطوانه الهواء، والثاني الايجنت سلندر. جوا الجن هون انا في عندي ميكسنج شامبر، بس الخلط هون بالشامبر، وفي عندي سبيشال نوزل. عندي النوزل هون، في عندي 2 مود بتحكم فيه، عندي الجيت مود، اذا بنزل هاي بتكون بعطيني جيت مود اللي هي بوصل انا المسافه 18 متر، او بقدر انا اسكرها بصير عندي انا هيك سبراي مود. طبعا الديفولت الستاندرد احنا ما بتكون هي الكتريكال نوزل، فاحنا استخدمنا كود A و B و F، ولكن حتى اذا العميل طلب انه بده الاكويبمنت تكون تستخدم برضه ضد الحرائق الكهربائيه لحد 1000 فولت. نعم. النوزل اللي هون احنا بنستخدم، نعمل ريبليسمنت لهذا النوزل، بنستخدم الكتريكال نوزل. هلا نحكي عن السعات، الباك باك 9 لتر 10 لتر 12 لتر، الموجوده هون عندنا بالفيديو هي 12 لتر. السايزات الاكبر احنا بنروح على اللي هي ترولي، الترولي 50 لتر، عندنا 100 و200 و300 و400 لتر. ممكن نستخدمها زي ما احنا حاليا الدفاع المدني السعودي بيستخدمها بالحج، استخدمها على دراجات خصوصا في منطقه الحرم والمدينه ومنى، لانه في عندنا خيام، في عندنا نسبه حجاج وكثافه ناس عاليه، فصعب انك انت تجيب سيارات اطفاء حال اي حريق صار عندك. فلهيك استخدموها او ركبوها على دراجات زي هاي الدراجات. طبعا نفس المبدا في كثير دول بتستخدمها، من تركيا، ماليزيا، الدول اللي فيها ازدحامات مروريه سياره الاطفاء بتكون في صعوبه انها توصل، خصوصا في وقت الذروه، وقت ساعات الذروه، ساعات الذروه اللي هي اما بتكون الصباح الباكر او عند الوقت الترويح للموظفين، اللي تقريبا بشكل عام بتكون بين الساعه 4 مساء والساعه 6 مساء. فاذا صار في عندك اي حاله حريق وخصوصا داخل اي نفق او تنل، فبكون صعب على سيارات الاطفاء الوصول، فلذلك بيطلعوا كاستجابه سريعه اللي هو الدراجات. ممكن الدراجه مش تقدر تشيل كم لتر؟ 50 لتر. 50 لتر
50 لتر، 25 لتر سلندر بتكون على اليمين و25 لتر على اليسار حتى تحافظ على توازن الدراجة. نعم. بعدين احنا نروح للسايزات الأكبر اللي هي موديلر سكيد يونتس، اللي هي احنا نركبها على أي سيارات جلف كلاب كار، على سيارات عسكرية، على بيك أب، اللي هي لحديت بتبلش عندنا من 400 لتر لحديت 1000 لتر. تيجي يونت كامل جاهزة بس احنا بنحطها على أي سيارة. فأنا بصير في عندي سيارة إطفاء حريق موجودة ويمكن استخدامها في أي مكان دون الحاجة إنه أنا والله أتواصل مع شركات مختصة حتى تعمل لي سيارة إطفاء معينة وشصي وكذا وإلى آخره، فبكون تكلفة عالية. وهاي موديلر يونت تتركب على السريع ويمكن استخدامه مباشرة. بالإضافة هاي بكون مثلا معها ووتر تانك، أو بكون معها برضو خط إنتيك لاين. إنتيك لاين اللي هو لنفرض إذا عند أي ووتر سورس بقدر أن أسحب منه مباشرة زي وصلات الدفاع المدني. بالضبط زي وصلات الدفاع المدني أو إذا في عندي بركة أو كذا إلى آخره. الحديد نيجاتيف برشر 3 متر، يعني إذا هي أنا هاي السيارة ارتفاعها مثلا عن الأرض لنفرض الإنتيك لاين ارتفع لنفرض مثلا متر متر وعشرين، الحديث أنا بدي أنزل لتحت الحديث 3 متر بقدر أسحب مي. بكون أنا الهوز طبعا بتورد مع نفس اليونت وبكون محطوط عليه فلتر حتى إذا لما أنا أسحب مي من هذا المكان لنفرض بركة أو كذا بكون عندي فلتر حتى ما أسحب أنا شوائب وأدخلها جوا أو حصو أو كذا إلى آخره وحافظ على النظام. هاي كله بالإضافة إحنا عندنا كاستمايزيشن تيم وديزاين تيم حسب العميل شو السوليوشن اللي هو بده اياه احنا بنعمل له ديزاين ومركب له اياها حسب الكيس الموجوده هي عنده. يعني مثلا احنا وردنا للشركات كثير، وردنا للجيش، لسيارات ركبنا على سيارات عسكريه، سيارات عاديه، ركبنا على دراجات والى اخره، وامثله كثيره. الف شكر لك.